نشوف الجزء الثالث من الداتا ديستريبيوشن. الاول نبقى عارفين ان في حاجه اسمها زد تيبل، تمام؟ اللي بيهمني منه الخانتين الاولانيين في حته الداتا ديستريبيوشن بس. الخانه الاولانيه من ناحيه الشمال وانت مواجه تماما للشاشه من ناحيه ايدك الشمال، في ارقام 0 1 من 10 2 من 10 3 من 10 4 من 10 5 من 10 6 من 10 وهكذا لحد ما ننزل تحت اخر حاجة تلاتة، مش عارف في تانية ولا لا. وبعدين الخانة التانية فيها ارقام، اربع ارقام بعد العلامة. فور اكزامبل يعني في صفر صفر في الاول اهو، وبعدين صفر نقطة صفر او بوينت صفر تلاتة تسعة تمانية، صفر بوينت صفر سبعة تسعة تلاتة، صفر بوينت واحد واحد سبعة تسعة. يهمني في ايه كده؟ يهمني ان انا لما بجيب بحسب البروبابيليتي بتاعت اي قيمه، تمام؟ بروح فين؟ بحسب حاجه اسمها الزد فاليو. وبعد ما بحسب الزد فاليو هي بتبقى المكافاه. الزد فاليو دي بتبقى القيمه اللي هي موجوده في العمود الاول ناحيه الشمال ده. خلاص، فرضا حسبت الزد فاليو طلعت 1.5، باجي عند 1.5 اشوف بقى البروبابيليتي كام المقابلة قدامها اللي هو العمود التاني، هلاقي بوينت 4.332 بعد العلامة اضربه في 100 تبقى 43 و32 من 100%، تبقى البروبابيليتي. حسبت الزد فاليو او حسبت الايه؟ زد سكور او زد فاليو لاي قيمة عندي، قيمة مثلا في البلاد بريشر، قيمة في الهيموجلوبين، قيمة في الليبت، ولقيتها مثلا طالعة 2.6، اجي للزد تيبل هنا واجي قدام 2.6 اللي هي الخان اللي هو العمود الاولاني ناحيه ايدك الشمال وانت مواجه للشاشه، انزل لحد 2.6 واشوف البروبابيلتي اللي هي مقابله قدامها اللي هي في العمود الثاني مباشره. ما بهتمش بالزد تيبل غير بالعمودين الاولاني والثاني من ناحيه الشمال وانت مواجه للشاشه. العمود الاولاني ده قيمه الزد فاليو، والعمود الثاني قيمه البروبابيلتي. اشوف الزد فاليو كام، طلعت 2.6 مثلا، اجي هنا اهو قدام 2.6 الاقيها 0.4953 وده ضربها في 100 تبقى 49.53 من 100، وهكذا. اقدر احسب البروبابيلتي بتاعت اي قيم في الدنيا بحساب الزد فاليو، ثم الذهاب الى الزد تيبل. اول خانه على الشمال اشوف قيمه الزد فاليو اللي انا حسبتها القيمه، تمام؟ وارجع اشوف العمود الثاني ارقام المقابله لها اللي هي البروبابيلتي. خلاص، العمود الاول هو اللي يهمني والعمود الثاني عندما تكون انت مواجه للشاشه وهذا الجدول مواجه امامك من ناحيه الشمال. العمود الاول هي قيم الزد فاليو اللي احنا بنحسبها ماثيماتيكالي، وبعدين نجي لها هنا نشوف القيم المقابله في العمود الثاني للبروبابيلتي قدامها، تمام؟ تعال نشوف مثال عشان نقعد. تعال نشوف مثال. What's the normal distribution curve goals؟ ايه الجولز بقى اللي بنستفيدها، وايه الزد تيبل والكلام ده، واجعين دماغنا بكل ده ايه؟ قلنا اول حاجه عشان نعمل ستاندردايزيشن، تمام، ونخلي القيم بتاعتنا مينينج، تمام، ونعرف القيم بتاعتنا دي ديستريبيوتد ازاي. لكن هناك اهداف اخرى، وكان استيميت او ايفالويت ذا بريزنت بيرسنت اور بريفالنس اور بروبابيلتي اوف اني اوبزرفيشن ان ا بوبيوليشن. نقدر نعرف البروبابيلتي او البرسنتج، تمام، او بريفالنس بتاعت اي نتيجه في الدنيا ان ا بوبيوليشن ازاي. بنحسب الزد سكور ازاي؟ تعال نشوف الزد سكور بيساوي اكس ناقص ميو على سيجما. اكس دي الاوبزرفيشن بتاعتي، ميو ده المين، وسيجما ده الستاندرد ديفيشن. خلاص، بعد ما بحسب الزد سكور ده، فاكر الزد سكور الزد تيبل اللي انا قلت لك، بروح للزد سكور ده في اول خانه من اول عمود على ايدك الشمال وانت مواجه للشاشه من الزد تيبل، بروح له طلعتها هنا 2، اروح قدام 2 هناك، وبعدين اشوف ايه الرقم المقابل لهذا الزد سكور اللي هو الاثنين في العمود الثاني، واضربه في 100 تبقى دي البروبابيلتي او البريفالنس او البرسنت بتاع هذه الاوبزرفيشن. تعال نشوف مثال. اكزامبل، هو ذا بيرسنت اور بروبابيلتي اوف 110 سيستوليك بلاد بريشر وين ذا مين از 120 والستاندرد ديفيشن 5. يبقى الزد هتساوي اكس ناقص ميو على سيجما. اكس اللي هي الاوبزرفيشن 110، ميو اللي هو المين 120، على سيجما الستاندرد ديفيشن 5 طلعت ناقص 2. ماليش انا دعوه بالاشاره، الاشاره دي بتقول لي، تمام،
ان القائمه ديت بدون مين بس، لكن هروح قدام اتنين في الزد تيبل، اول خانه اول عمود في الزد تيبل، هتلاقيني ماشي ماشي كده لحد ما اجي قدام اتنين، وبعدين ابص للقيمه المقابله لاتنين ده في العمود رقم اتنين واضربها في 100، هلاقيها 0.477 في 100 تبقى 47.7، يبقى البروبابيلتي او البريفلنس او البرسنت اوف 110 سيستوليك بلاد بريشر عندما يكون المين 120 والستاندرد ديفيشن 5 تكون الداتا نورمال ديستريبيوتد هو 47.7%. تمام، القصه كلها زي ما قلت لك بنحسب الزد سكور واروح للزد تيبل. الخانه الاولانيه هي القيم المقابله للزد سكور، بنزل قدام القيمه اللي انا حسبتها واشوف في العمود الثاني اللي جنبه قيم البروبابيلتي او البريفلنس او البرسنت، وبعدين بضربها في 100 تبقى دي البروبابيلتي او البريفلنس او البرسنت الايه؟ للقيمه اللي انا عايزها. وات ذا برسنت اور بروبابيلتي اوف 123 سيستوليك بلاد بريشر. تعالى نحسب الزد سكور. الاكس عندي كام اللي هي الفاليو او القيمه؟ 123 والمين 120 والستاندرد ديفيشن 5. احسب الزد فاليو. طلعت 6/10، اروح للزد تيبل اجي قدام 6/10 في اول عمود من ناحيه الشمال وانت مواجه للشاشه، شوف كررت كام مره وبعدين اشوف القيمه المقابله ما قدامها واضربها في 100، هلاقيها 0.225 اضربها في 100 تبقى 22.5%، يبقى البروبابيلتي بتاعت 123 سيستوليك بلاد بريشر عندما تكون الداتا نورمال ديستريبيوتد هي 22.5%، ويكون المين 120 والستاندرد ديفيشن 5 هي 22.5%. ده 95% نورمال ديستريبيوتد، صح؟ قلت ان انا 47.5 في الداتا بتبقى اباف المين، و 47.5 من الداتا بتبقى بلو المين. ال 47.5% من الداتا اللي هي اباف المين بتبقى 2 ستاندرد ديفيشن اباف المين، لكن ال 47.5 اللي هم بيبقى بلو المين بتبقى 2 ستاندرد ديفيشن بلو المين، عشان كده بتاخد اشاره سلبه. تمام، قلت لك ان في جزء ابيض ده اللي بنسميه التيل، وهو 2.5% هنا و 2.5% هنا، واي قيمه زي ما انا راسم لك الدوائر الصفراء كده اقدر احسب البروبابيلتي بتاعتها. ازاي؟ زي ما قلت لك. قلت لي ايه؟ زي ما قلت لك بنحسب الزد سكور لاي قيمه، وبعدين بروح للزد تيبل اشوف قيمه الزد سكور ده في العمود رقم واحد من ناحيه الشمال. تمام، وبعد ما اروح له اشوف القيمه المقابله ليه في العمود رقم اثنين من الزد تيبل، واضرب القيمه المقابله في 100 تطلع دي هذه البروبابيلتي او البريفلنس، تمام، او البرسنت بتاع هذه القيمه. تاني جول من ضمن الجولز بتاعت النورمال ديستريبيوشن كيرف ان احنا استيميت ذا بيرسنت اور بريفالنس اور بروبابيلتي بتوين تو اوبزرفيشن. يعني لو عندي اوبزرفيشن اتنين بقى خلاص هحسب برضه الزد سكور لكل اوبزرفيشن. خلاص ده هحسب الزد سكور ازاي؟ اكس ناقص ميو على سيجما، دي للاوبزرفيشن اكس، والاوبزرفيشن الثانيه واي هتبقى واي ناقص ميو على سيجما، ده الاوبزرفيشن واي. خلاص تمام، واروح لكل قيم زد او الزد فاليو في الزد تيبل اللي انا حطيته لك في الاول اللي هو العمود رقم واحد من ناحيه الشمال، اشوف الزد فاليو اللي انا حسبتها دي، وبعدين ابص على العمود رقم اثنين اختار القيمه المقابله لقيمه الزد فاليو واضربها في 100 تبقى دي البرسنت بتاعت الاوبزرفيشن اكس، وهكذا بالنسبه للاوبزرفيشن واي تبقى دي البرسنت بتاعت الاوبزرفيشن واي. اوكي، طيب لكن في مشكله بقى، لو انا عندي الاثنين اوبزرفيشن اكس وواي طلعوا في وان سايد، يعني الزد سكور بتاعت اكس والزد سكور بتاعت الواي، تمام طلعوا مثلا ماينس او بو الاثنين بوزيتيف، يعني الاثنين في وان سايد، خلاص هحسب هعمل ايه؟ يعني لو الاثنين، تمام، خلي بالي من حاجه مهمه. ايه هي؟ لو انا عندي، انا قلت لك ان احنا بنحسب البروبابيلتي او البريفالنس او البرسنت بتاعت اثنين اوبزرفيشن اكس وواي، لو انا حسبت الزد سكور بتاعت اكس والزد سكور بتاعت واي والاثنين طلعوا نيجاتيف او الاثنين طلعوا بوزيتيف، خلاص الاثنين فين؟ في سايد واحد. اوكي، هعمل ايه؟ هشوف البروبابيلتي بتاعت اكس والبروبابيلتي بتاعت واي، تمام، واطرحهم من بعض. خلاص
ودي تبقى الاوبزرفيشن بتاعت الاثنين بروبابيلتي اللي هي المفروض تبقى ايه، طالما هما في وان سايد تبقى الجزء اللي ما بينهم. طب لو الاكس واي، لو الزد سكور بتاع اكس او الزد سكور بتاع واي طلع مخالف، يعني واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف، هجمع الاثنين اوبزرفيشن على بعض على البروبابيلتي. يبقى لو هما الاثنين الزد سكور بتاع اكس والزد سكور بتاع واي، خلي بالي طلعوا الاثنين نيجاتيف او الاثنين بوزيتيف، في هذه الحاله هشوف البروبابيلتي بتاع الاكس او البريفالنس بتاعه من الزد سكور والبريفالنس بتاع واي من الزد سكور واطرحهم من بعض. لكن لو الاثنين طلعوا واحد ماينس واحد بوزيتيف او العكس، اي واحد فيهم يعني بوزيتيف ممكن، فمن اكس طلع ماينس وواي بوزيتيف او واي بوزيتيف والاكس ماينس وهكذا، هنا بشوف البروبابيلتي بتاعت اكس والبروبابيلتي بتاعت واي من الزد من الزد تيبل وبجمعهم على بعض. تعال نشوف اكزامبل. What's the percent or probability of 110 systolic blood pressure and 123 systolic blood pressure when the mean is 120 and the standard deviation is 5؟ هنا عندي اثنين اوبزرفيشن، اكس 110 وواي 123 والمين 120 والستاندرد ديفيشن 5. هحسب الزد سكور بتاعت الاكس اللي هي 110، 110 ناقص 120 على 5 تبقى ناقص 2. خلي بالك ناقص ايه؟ 2، يبقى الاشاره ايه؟ سالب، مش كده؟ تمام. اروح في زد تيبل العمود رقم 1 اتنيني ماشي لحد 2 واشوف في العمود رقم 2 من ناحيه الشمال قيمه البروبابيلتي المقابله واضربها في 100، هلاقيها 477 من الفا اضربها في 100 تبقى 47.7. اجي بقى على 123 احسب برضو ايه الزد فاليو بتاعتها، 123 ايه دي الواي ناقص المين اللي هو ال 120 تبقى على 5 تبقى 3 على 5 6.10 طلع بوزيتيف، صح؟ اروح عند ال 6.10 في الزد سكور في اول عمود من الزد تيبل واشوف قدام قيمه ال 6.10 في العمود الثاني البروبابيلتي كام، هلاقيها 225 من 1000 يعني 22.5%. طب خلي بالك بقى، واحده زد بتاعت اكس طلعت ناقص وواحده زد بتاعت واي طلعت ايه؟ موجب. يبقى هعمل ايه؟ المفروض اجمع الاثنين بروبابيلتي، جمعهم الاثنين على بعض خلاص، يبقى البروبابيلتي بتاعت 110 و123 هتبقى 47.7 زائد 22. ليه؟ لان واحده زد طلعت موجب وواحده زد طلعت ايه؟ سالب، فلازم اجمع الاثنين بروبابيلتي، هقول ان هي مجموع 47.7 زائد 22.5%. شوفهم هيطلعوا يبقوا كام؟ في الغالب هيبقوا حوالي 60%، ابروكسيميتلي 60%. اوكي؟ اهو وانا سمتها لك على الكيرف اهو، راوند فاليو يعني بالتقريب 60%، جمعتهم لان الزد فاليو سالب عشان افهمك ان ما بين 110 لحد 123 اللي هو على الكيرف باللون الاصفر ده، كورتين بينهم اصفر، دي 110 ودي 123. اوكي، ان البروبابيلتي تشمل كل هذه المنطقه، كل ما يقع في هذه المنطقه، عشان كده جمعنا. اوكي، فطلعت البروبابيلتي حوالي 60.2 او تقريبا 60%. ما زلنا في النورمال ديستريبيوشن كيرف جولز. قلنا نقدر نحسب النورمال رينج بتاع اني بيولوجيكال فاليو باستخدام السنترال ليميت ثيوري، وقلنا لك النورمال رينج بيساوي المين زائد او ناقص 2 ستاندرد ديفيشن. خلاص، لو انا عندي المين بتاع السبلت بلاد بريشر 120 والستاندرد ديفيشن 5، قلت لك النورمال رينج هيبقى 120 زائد او ناقص 2 في 5 يعني زائد او ناقص 10، يبقى من 110 الى 130 اد 95% نورمال ايه؟ ديستريبيوشن نون نورمال رينج. دي تاني مره نقول. اوكي، قلت لك ان الداتا لما بتبقى 95% نورمال ديستريبيوتد، دي معناها ان نص الداتا بتبقى 2 ستاندرد ديفيشن اباف المين، ونص الداتا بتبقى 2 ستاندرد ديفيشن بلو المين. قلت لك ان 47.5% من الداتا بتبقى اباف المين و47.5% بتبقى بلو المين، وقلت لك ان في 5% بسميهم بالتالي 2.5% اباف المين و2.5% بلو المين، مش كده؟ وقلت لك ان اي قيمه تقع في هذا التيل هي نعتبرها اب نورمال. اوكي، وده طبعا بيديني الايه؟ النورمال رينج. لو انت بصيت 110 ده المين اهو، مش كده؟ بتاع السيستوليك بلاد بريشر، تمام؟ وده الرينج. الرينج ليه؟ اللي هو من 110 ل 130. ليه الرينج؟ لان ده عباره عن المين زائد او ناقص 2 ستاندرد ديفيشن. ستاندرد ديفيشن عندي بخمسه،
يبقى المين 120 زائد او ناقص 2 في 5 ب 10، يبقى 120 زائد 10 تبقى 130، و120 ناقص 10 تبقى كام؟ 110. فمن 110 ل 130 ده الرينج، لكن 120 هو المين. اوكي صح. 47% ونص في المية من هذه الداتا تقع بلو المين اللي هي ما بين 110 ل 120، و47 ونص من هذه الداتا تقع اباف المين اللي هي ما بين 120 الى 130، او ما بين 120 ل 130 بتبقى 2 ستاندرد ديفيشن اباف المين، وما بين 110 ل 120 دي بتبقى 2 ستاندرد ديفيشن بلو المين.